ما ده قول مشهور ان ابليس طاووس الملائكه، لكن هو لم يكن من الملائكه. قال: ما منعك الا تسجد اذ امرتك؟ قال: انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طبعا هنا الايه قال: ما منعك ان تسجد اذ امرتك، لكن في هنا لا لتقويه الكلام، هنا لا مش للنفي، لتقويه الكلام. قال: ما منعك ألا تسجد، مش يعني لا تسجد، لا يعني أن تسجد، وتأكيد ليه؟ إذا أمرتك. القضية انتهت يا أخوان، ده ربنا أمر خلاص. بص بقى الرد، يعني أنا آسف، يعني رد إبليس الخائب، بيقول لك أنا خير منه. حتى يا أخي لو أنت خير منه، يعني خلينا واحدة واحدة، هب أنك أفضل منه، ربنا أمرك، يعني طبعا مع التنزل، انت مش افضل منه، ربنا اللي بيحدد من الافضل ومن الاحسن. انت تكفر بربنا لهذه الشبهة الخائبة، انا خير منه، بس ربنا امرك، يبقى سمعنا وطعنا. لذلك معصية ابليس معصية كفرية. ليه؟ بعكس معصية ادم، معصية ادم فعلها نسيانا، غفلة، يعني نسي العهد وتاب إلى الله. لكن إبليس معصيته مبنية على عدم إذعان وانقياد لأمر الله. أنا لا أمتثل لأمرك كده، يعني لا مش أنا، أمر غيري. شايف الفرق؟ مش يا ربي طيب أنا، طب بكرة، طب أنا بس ظهري وجعني، لا، عدم امتثال وانقياد. ولذلك المؤمن لابد أن يكون مع التصديق انقياد. يعني لو مؤمن بس، انا مؤمن بربنا، مؤمن بالرسول، لكن مش ملزم بالشريعه، يبقى ده كافر، لانه مش منقاد للشرع. غير اللي يقول انا منقاد للشرع، بس انا بس نومي تقيل فما بصحاش للفجر، استغفر الله. لكن واحد يقول لك لا، وانا اقوم ليه؟ اقوم ليه للفجر؟ مفيش حاجه تخليني اقوم للفجر، يا ده عنده كبر يجعله لا يزعن ولا ينقاد. فمعصيه ابليس كانت نسيانا للعهد بينه وبين الله، انما معصيه ابليس دي، طبعا معصيه ادم قصدي نسيان للعهد، لكن معصيه ابليس كانت نتيجه عن كبر وعدم اذعان وانقياد لشرع الله. قال: انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وطبعا ده كلام فاسد. النار اصلا رمز للدمار والتحطيم، انما الطين رمز للنماء والنبات. الطين أفضل من النار، النار مدمرة والطين بتبني ونستفاد منها. ثم لو أنت حتى من أصل أحسن، بس أنت فرع فاسد، يعني أنت أصلا نفترض النار أحسن من الطين، بس بعملتك دي أنت أسوأ من أي حد. يعني واحد من نسب شريف زي أبو لهب، وواحد تاني من الحبشة زي سيدنا بلال. أبو لهب من آل البيت طبعا تجاوزا يعني، لكن هو كفر، وبلال اللي من الحبشة آمن، يبقى من الأفضل؟ بلال الحبشة رضي الله عنه، مع أنه أصلك أصلا من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعني من عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعلك جعلك في الحضيض. لقد وضع الإسلام الشريف أبا لهب، وأعز إيه؟ سلمان فارسا، سلمان اللي من فارس من بلاد تعبد النار بالإسلام. يبقى حتى لو أنت أفضل، ما هو الشيطان ده يا جماعة متخلف، زعلوش يعني هو كلامه كله مش منطقي. أنا خير منه، بس ربنا أمرك حتى لو أنت خير منه، مش قضية يعني. ما ممكن ربنا يأمر، يعني في الإسلام عندنا يجوز المفضول يصلي بالفاضل، ممكن أنا أقل واحد فيكم وأصلي بيكم، جائز. فربنا أمر، يبقى تسمع الكلام. تاني حاجة قال لك إن النار أفضل، مع إن الطين أفضل من النار. تالت حاجة، حتى لو أنت من أصل شريف فقد صرت فرعا فاسدا من أصل طيب، بافتراض يعني إن الأصل طيب. رابع حاجة، أنت بتقيس في مقابلة النص. يعني إيه؟ يعني أنت عمال تقيس أصل أنا خير والطين والنار، في نص يا ابني اسجد، لك تهاب مع نص. يعني ما ينفعش احنا نجتهد ونفكر
وفي امر من الله وامر من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى العلماء كده يقولوا كده، لا اجتهاد لا قياس ولا اجتهاد مع نص. نقيس امتى؟ لما يكونش في نص. التدخين بقيس على الخمر او على الاشياء المضره. ليه؟ لان ما عنديش نص في التدخين فبقيس. انما لما يكون في نص الخمر حرام ما اقعدش اقيس واجيبها يمين وشمال، ده نص، يبقى سمعنا وطعنا، يبقى الشيطان اخطا كذا مره. لكن طبعا ده عاده اهل الكبر، يقعدوا يقولوا كلام ليس له علاقه بالواقع او غير قوي عشان يبرروا كبرهم ويبرروا يعني الفساد اللي في قلوبهم. حتى ربنا عاقب المتكبرين اللي هم مش هيبلغوا الدرجه اللي عايزينها. ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه، مش هيوصلوا للعظمه والرفعه اللي عايزينها. والمتكبر يحشر يوم القيامه امثال الذر، الذر اللي هم النمل. تبص كده واحد جنبك قد النمله، ده مين ده؟ ده المتكبر في الارض، يداس بالاقدام او يمكن ان يداس بالاقدام. فالكبر ده مصيبه سودة يا اخوان. الانسان يعمل حتى المعصيه وهو يعني خائف خاشع خاضع لله، ينوي التوبه مش يفعلها بكبر، لانه يكون فيه شبه من ابليس الذي معصيته جرته الى الكفر بالله